مشاهدينا جينا نقربوكم اكثر يعني من السائقين المهنيين ديال الشاحنات الكبرى والصغيره، كيفاش كيكون الفواياج ديالهم، بشحال كيمشيو، بشحال كيرجعوا، بشحال كيكون راس المال ديالهم اللي كيكون في جيبهم. داكشي علاش غادي نبدا باول سائق مهني ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اختي. قربنا اكثر يعني منك، اولا شكون معنا؟ معك مقاول صغير سائق مهني في نفس الوقت، عندي شاحنه وكنسوق في نفس الوقت. واخا قربنا من اخر فواياج درتيه، منين حتى لفين وبشحال درتيه؟ اخر فواياج عندي كاميون ديالي دار الدار البيضاء نواكشوط. الدار البيضاء نواكشوط 24000 درهم. كناكلوا جوج طون ديال المازوط. ويا حسره حنا كنعمروا مازال الغازوال رخيص شويه في الصحراء. اليوم اللي كيصبح الغازوال ب 11 درهم و40 فرانك. كنعمروا جوج طون ديال المازوط. جوج طون ديال المازوط بجبلات بجملين و200. الشيبور كياكل فيها 4000 درهم وانا غادي ب 24000 درهم. خاصني نسولك انت كيفاش غادي تشرح لينا هذا الامر؟ اشنو شايط لينا في هذا الفياج هذا؟ الروتر كنجيبوا الروتر ب 6000 درهم. 6000 درهم من الداخله ديال الحوت لكادير. 6000 درهم وغادي نزيدو من 2000 درهم فاياج ديال الالي، شاشتنا 4000 درهم كيدير كاميو فاياج في الشهر. واش ديال الشيفور؟ واش ديال الليترا؟ واش ديال الوراق؟ واش ديال البنوات؟ واش ديال المازوت؟ الارتفاعات الصاروخيه ديال المحروقات شكون المسؤول عليها؟ ديك النهار كتوعدنا الوزاره بان غتكون واحد اللجنه لتسقيف الاسعار ديال المحروقات، كلها وعود كاذبه، وعدتنا بشحال من وعد، كلها وعود كاذبه. ديك النهار قالت لك غنديروا اللجنه على حساب باش تسهر على التسقيف ديال المحروقات، ما كاين حتى حاجه، وعد كاذب. قال لي تقنيه الحموله وعد كاذب، والتقنيه الحموله كاين جا في المدونه ديال جا في مدونه السير ديال 2010 وسنا عليها سيدنا وكيوافق عليها بان الحموله الزائده ممنوعه واليوم ما كتخرجش للوجود. الناس خدامه فابور والترونسبور هو ارتفاعات صاروخيه في المازوت، ارتفاعات صاروخيه في البنوات، في الوثائق، في بشحال من حاجه، والترونسبور هو كيفاش غيدير الانسان؟ وراه العديد ديال الشركات راه مشاو للافلاس، راه النص كاين اللي باع ديالو وما تفكش. شوفوا بعينا، شوفوا بينا بعين الرحمه، راه حنا تقهرنا وداله، وكناشدوا جلالة الملك من هذا المنبر هذا يشوف من حالنا، يوقف لينا على هذا الشيء. راه حنا لا اله الا الله، ديك النهار هاد الوزاره وهاد المواطنين وهاد الشيء اللي كيردوا اليوم كيديروا بين العذر، لا راه ارتفاعات في المواد الغذائيه، لا راه ترونسبور زاد. حنا ترونسبور هو ما عمر ترونسبور زاد عندنا. حنا راه بروسنا كنمشيو نتقداو الخضره ونتقداو من الحانوت ونتقداو بشي حاجه، وكنتفاجئوا بالارتفاعات الصاروخيه. منين جا هذا الشيء؟ شكون المسؤول على هذا الشيء؟ شكون المسؤول على هادشي؟ حنا راه ما جاوبنا، بنا والو، ترونسبور ها هما يقولوا لك كاملين، عمر ترونسبور زاد، ما عمر ترونسبور زاد. والمهم اليوم كنتفاجئوا غالي ناض من عاش كيورك على لانكاس يزيد درهم في المازوط، كيداير هادشي؟ 14 و30 فرانك اليوم، طون وصل عندنا طون وصل عندنا ب 14000 درهم و300 درهم، هادشي راه لا يعقل. راه حنا صافي وقفنا، ديك النهار راه هما في كوفيد، كلشي داخل عليه، كلشي التعقيم، كلشي المشاكل، وحنا ملقين وجهنا للصحت. وخدامين باش نوصلوا القوت اليومي للمواطن، ونوصلوا للوزاره براسها، ونوصلوا للرؤساء، ونوصلوا بشحال من حاجه. ديك الساعه هما كانوا مدرقين خايفين على راسهم، حنا ما خايفينش. احنا في عهد المسيره، احنا الاولين اللي كافحنا، النقاله والنقل والاول اللي كافح باش نوصل للمسيره. راه حنا راه لا اله الا الله. مشاهدينا معنا احد قدماء يعني السائقين الشاحنات الكبرى، اليوم غادي يقربنا من اخر فواياج دارو الفين، وبشحال تقام عليه، واش انه قادر مازال يدير شي فواياج باش يرجع. سي حسن مرحبا بك. بارك الله فيك. انا شرجيت من لهنايا ومشيت للعيون وخويت في العيون وساليت وقعدت تما سيمانه في العيون، وعاود دبرت عليه شويه مشيت فيها لبوجدور وخويت في بوجدور، وعاود شرجيت شويه جيت لهنايا. ملي جيت نتحاسب انا والباترون، ملي حسبنا الحساب قال لي مازال انا راس المال ديالي باقى لي 7000 ريال عندك، وانا حطيت الكاميو المولى وانا مريح. يعني ما بقيتيش خدام؟ لا ما بقيتش خدام، انا مريح، حطيت الكاميو المولى. ولا عطى الله السوق، هو هذا هو اخر فياج اللي درت انايا. يعني ما كتفكروش مازال انكم تعاودوا ديروا؟ في غتعاود، واش غادي تمشي دير الفياج وتمشي ما تصور والو؟ اللهم وقف الكاميو المولى، عطيه وقفه وريح حتى مع راسك. اش غدير؟ ما عندك ما دير والو. ما كيتعاونوش معاكم صحاب الكاميوات؟ ما كاين اللي تعاونها، ما كلشي مساكن قاعدين بالجوع لنا، كلشي قاعدين بالجوع. كاين اللي باغي يبيع السكور باش ياكل، ما بقى عندهمش، هما فينا هما. كاين اللي ما عنده 4 دريال. اش غادي اش المازوط دير 300 دريال، اش غايشيط هذا المول كاميو، اش غايشيط لهذا الشيفور؟ ما شيط لا المول كاميو ولا الشيفور. ولا يعطي الله السوق هو هذا.
مشاهدينا معنا واحد من اكيد سائقين الشاحنات، ربما قال نقطه عجبتني وبغيت انه يشاركها معكم لان قالها بواحد العفويه. شنو قلتي لي منين جيتي؟ انا قلت لك اقسم بالله. السلام عليكم. بعدا قلت لك اقسم بالله الا جيت من العرايش لاكادير 700 وتقريبا 760 كيلومتر خلات لي 50 درهم. 50 درهم لي شيطانيه فيها فيها جوج الناس. هي اللي راس مالك، هي اللي راس مالك. كليتها البارح، انا اليوم بالجوع. انا تعاونوا معايا الخوت باش نتغدى. لا اله الا الله. يعني باش تعاود ترجع للبلاصه؟ لا ما غادي، ما عادي فين نرجع. غنخلي الكامل هنا وغنشد الطاكسي نمشي بحالي. انا شد تران فين نرجع؟ باش نرجع؟ بابقى لدي باش نرجع؟ الا نبيع الكامل عاد نرجع. يعني قال لك الا كثر الهم كيضحك الاخوانيات. لا اله الا الله. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. اخر حوايج اختي انا درتو بدار بيضاء اكادير 4500 درهم. صيرت كامل الكامل وكان لي 4400 درهم مازوط علي. ما بقى مش غادي والو باش نتعشى ولا باش نتغدى والو. ما بقيتش غادي نرجع صافي. وقفنا. ما غاديش دير فواياج اخر؟ لا ما نعاودش فواياج صافي. اخر فواياج هذا فين غنزيد؟ ما بقى باش نزيدو واش غنزيدو؟ دابا المازوط بس واحد 290 ريال 14 درهم و50. فين غنزيدو دابا؟ فين غنزيدو؟ بقى فين نزيد والو؟ والكرا ما تزاد، الكرا كيطيح مازال. ما عندنا فين غنزيدو؟ وقفنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي كنشوف من الوزارة يتعاونوا معنا وشو يديروا معنا راه صافي. ما بقى فينا نزيدوا لا هو شريط. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناة ريمال تي في.